ويا هلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المنطقة الحمراء. اليوم منطقتنا اليوم اللي راح نزورها ونتحدث عنها على مدى سنوات كانت حمراء سياسيا عسكريا واقتصاديا، لكن وصل لنا خبر عن الإعمار والبناء في هذه المحافظة، لذلك اليوم لازم نوجه أنظارنا إلى محافظة نينوى الموصل في هذه الحلقة المخصصة لهذه المحافظة. ويسعدنا أن نستضيف السيد النائب عن محافظة نينوى ولجنة النزاهة النيابية السيد طالب المعماري. هلا ومرحبا بك ضيف عزيز في المنطقة الحمراء. أهلا وسهلا بك جيهان الطائي وبجميع كادر قناة سامرة الفضائية وجميع مشاهديكم. شكرا لك. يعني اليوم مثل ما ذكرت انه نينوى كانت على طول سنوات ماضيه هي منطقه حمراء، لذلك اليوم نتكلم عن الاجراءات الامنيه الموجوده في نينوى، وهل فعلا انه هناك قرار لرفع التصاريح الامنيه التي كانت ملزمه ومجبر تجبر يعني العاملون في محافظه نينوى ان يمتلكوها كتصريح امني في داخل الدوائر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة قضية التصاريح الأمنية في محافظة نينوى يعني أهلكت المواطن الموجود، أثقلت كاهل الموظف أيضا من خلال استحصال الموافقات الأمنية. يعني اليوم حتى بعض الدوائر عندنا في محافظة نينوى لحد الآن لم تستلم الرواتب المدخرة بسبب تأخر التصاريح الأمنية. كذلك بالنسبة للمواطنين الموجودين في محافظة نينوى، اي اجراء انه يتخذ ما بعد التحرير اللي صار انه لازم ياخذ تصريح امني وموافقات امنيه، سواء كان من الاستخبارات او الامن الوطني والدوائر الامنيه الاخرى. يعني هذا الاجراءات كانت مجحفه بحق اهالي مدينه الموصل. الجميع يعرف ما بعد التحرير يعني قضيه محافظه نينوى قد يجوز بعض فلول العصابات داعش الارهابيه موجوده، ولكن غير موجوده داخل مدينه الموصل، اكثر هربت الى الجزيره والى الرقه والى مناطق اخرى. اليوم من غير المنطقي انه احنا موجود التصاريح الامنيه في بعض الدوائر، يعني مثلا التسجيل العقاري، يعني مو من المنطقي انه داعشي يجي يدخل للطابه ويريد يحول دار او ارض سكنيه. فاستمرت هذه التصاريح الامنيه لحد هذه الفترة القريبة. نعم. يعني رفعت هذه قضية التصاريح الأمنية، احنا نشكر السيد السوداني على هذه المبادرة. يعني تم إلغائها الآن جزئيا أو كليا؟ يعني قد بعض الدوائر موجودة بها لحد الآن، ولكن نعم. إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله سوف ترفع هذه التصاريح عن بعض الدوائر، هي كانت معوقة أكثر ما هي تدقيق أمني. نعم. طبعا كان قبل في الفترة السابقة ما بعد التحرير، نتكلم من 2017 ولحد الآن، يعني 5 سنوات. المواطن إذا يروح مثلا يسوي له السند البيت يريد يطلع أو الأرض، يعني طول أسابيع بها لأنه بسبب التصاريح الأمنية والتدقيق الأمني. ولكن لا، اليوم يعني أنا من خلال تواصلنا مع الأخوة نعم. الموجودين بالتسجيل العقاري الأيمن والأيسر، يعني القضية أصبحت خلال يوم أو يومين يطلع على هذا التصاريح الأمنية. الرفع يعني هذه مؤشر رفع التصاريح نعم. الأمنية مدلولاته اليوم الرسالة نعم. يعني هل هذه الوصمة التي فرضت على أبناء نينوى برأيك هل هذا الرسالة أنه يعني أنه اتهام بالتعامل مع داعش واتهام الناس الأبرياء الذين جاء داعش يعني غصبا عن يعني وجودهم في المحافظة، هل هذه معناته أنه فعلا اليوم الفلول ذهبت ماكو أي وجود لداعش في محافظة نينوى؟ يعني هذا ليس معيار. حقيقة القوات الأمنية والأجهزة الأمنية لديها معلومات كافية، الحمد لله أجهزة الأمنية واعية وعلى يعني لديها معلومات استخباراتية قوية، فأكيد. ولكن هذه الإجراءات استمرت كانت نوعا ما بها إجحاف لأهالي نعم. مدينة الموصل. يعني رواتب اليوم مثلا عندنا معمل الألبسة في الموصل، شباب الرياضة لحد الآن يطلبون مال 4 أشهر أو 5 أشهر. يعني العديد من الدوائر موجودة نعم. لحد الآن رغم مرور 5 سنوات، هذه الفترة كبيرة، وخاصة أن أهالي مدينة الموصل يعني الموظف وعايش على الراتب الشهري، استدانوا مبالغ من الصديق ومن الأقرباء، وليها اليوم المدخر ما موجودة حتى يوفون الناس اللي أعطتهم هذه المبالغ. يعني حقيقة كانت قرارات
أثقلت كاهل المواطن الموصل لي. راح أتوسع بقضية الرواتب، لكن اليوم عندنا يعني تصريح من وزارة الهجرة والمهجرين يخص مخيم الجدعة، خلينا نشوف بالله هذا التصريح ونرجع لك أستاذ طالب. وزارة الهجرة والمهجرين إعادة 268 نازح من مخيم الجدعة الخامس في الموصل إلى مناطق سكنهم الأصلية في الموصل والقيارة والشرقاط ومخمور وحمام العليل. تمام، نرجع لك أستاذ طالب، يعني اليوم يعني 268 من أصل شقاد، يعني 268 نازح وليست عالي، يعني نعم يعني كلش رقم جدا أكيد بسيط. أكيد أعداد قليلة، المفروض هاي المخيمات حقيقة تغلق. أنا مواكب مع المخيمات منذ عمليات التحرير بالجدعة واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، المطار كان ايضا، حسن شامي، هذه المناطق كلها بها مخيمات. يعني بالحقيقة كانت قبل مدينة الموصل يعني الخدمات ما بها، المي الكهرب، بيوت مهدم، ولكن اليوم تم إعادة الحياة في مدينة الموصل. المفروض الجميع يرجع الى منازلهم، الى عملهم. بقي هذه النسبة قليلة موجودين في مخيمات الجدعة. ايش قد عددهم تقريبا اذا عندك عدد تقريبي؟ عدد الان؟ نعم ما امتلك المعلومات الكافية. نعم. عن هذه، ولكن المفروض هذا ملف المخيمات انغلق من زمان، تعوضوا بمبالغ. اليوم هم ايضا اللي راح يرجع ل يعني لبيته راح وزارة الهجرة والمهجرين راح تعوضهم مبلغ ايضا. قبل شوي كنا نتكلم على قضية التصاريح الأمنية ست. نعم. أنا نسيت أن أطرق شغلة واحدة، يعني قضية التعويضات. نعم، أنا أريد أسألك عن موضوع التعويضات، يعني نعم. الخراب اللي صار بالمحافظة يعني نعم. والخسائر المادية اللي يعني تكبتها يعني ساكنو هذه المحافظة، يعني حقيقة يعني يحتاج ميزانيات دولية. نعم. اليوم التعويضات وصلت لأهالي محافظة نينوى للمستحقين من عندها، يعني جنابكم تذكر أنه عودة النازحين وغلق. نعم. ملف يعني المخيمات، هل التعويضات تم إيصالها لمحافظة تعرضت لخراب كبير مثل نينوى؟ يعني هاي المصيبة اللي عندنا اليوم بالموصل، يعني الدوائر رجعت، نعم البنية التحتية باستثناء المستشفيات والمطار، هذه قضية يعني نعم. بعدين اتطرق عليها، ولكن تعويضات اهالي مدينه الموصل لحد الان يعني المبلغ من 30 مليون فما دون هذه المحافظه اللي تنطيها، يعني حقيقه سيد المحافظ وديوان المحافظه مستمر بتعويض الاشخاص، ولكن لدينا قضيه هي ما بعد او الاعلى من 30 مليون لحد الان، معاملات موجوده من بعد التحرير ولحد الان عوض نسبه قليله من اهالي مدينه الموصل. حقيقه كانت يعني ما اعرف انا هل القضيه متعمده باتجاه لمدينة الموصل، يعني اخفاقات بعمل ملف التعويضات بيد من؟ الحكومة السابقة. نعم. يعني هل كانت متعمدة أو اخفاقات كبيرة؟ يعني اليوم حتى بقضية التصاريح الأمنية وغيرها، هل يوم رفع التصاريح الأمنية، التصريح الأمني من كان يروح يقدم ابن الموصل يطول سنتين سنة ونص يجي التصريح الأمني من بغداد، علما أن هي الحاسبة نفسها ببغداد نفسها بالموصل موجود، يعني سنتين كل معاملات يعني الخدميه أقول لحد الان متوقفة. لحد الان اليوم خمس سنوات بعد بالمعامله التصاريح الامنيه والمساءله والعداله جدنا هالمره. نعم. فيروح ينتظر وش التصاريح الامنيه، ينتظرها سنه سنه ونص سنتين ترجع يبدي مساءله وعداله. هم يروح سنه سنتين ايضا كيف يدير شؤونه؟ يعني يظل ينتظر، وهذا الناس فوضت امره يعني دوركم كنواب اليوم تمثلون محافظه هو هذا بينه هو هذا يعني حقيقه التقيت بهيئه المساءله والعداله. نعم. يعني ابدوا كل الاستعداد والترحيب بانه يجاوبون، ولكن تاخير في المعاملات في ايصالها، يعني اكو فرد حلقه كبيره لازم تفترها الكتاب المساءله والعداله، يعني يروح الى الشهداء، دار مؤسسه الشهداء، مؤسسه الشهداء تبعث الى الدائره الرئيسيه الموجوده في بغداد، وهي اللي تفاتح المساءله والعداله، وهذه حلقه زايده. يعني المساءله والعداله قالوا احنا مستعدين يدزونا باي كتاب خلال يوم او يومين احنا نجاوبهم مهما كان العدد اللي يدزونا اياه من الموصل في بغداد، في بغداد وفي نينوى. التاخير يعني التاخير هي هذه انه من نينوى
دارت التعويضات على مؤسسة الشهداء، نعم. مؤسسة الشهداء تفاتح مؤسسة الشهداء الرئيسية في بغداد، مؤسسة الشهداء الرئيسية تفاتح أيضا المسالة والعدالة، هذه يحتاج لكل تستغرق وقت. فهذا الوقت كان المفروض كله يعني يختصروه مسالة وعدالة. اليوم ما مسالة وعدالة، يعني هم مشمول بالمسالة عدالة المفروض، يعني عضو الشعب وعضو فرقة أعضاء فروع معروفين. زين هو قانون العفو يعني مو اشتغلتوا عليه يعني كانوا اعدادهم، نعم. معروفه، نعم. اللي بالنسبه للمشمولين بالمسال وعداله يعني بذاك الوقت اللي كان عضو فرع يعني بال 2003 عمره ما اقل من 60 سنه، نعم. زين احنا اليوم من 2003 اليوم ايش قد؟ نعم 19 سنة. يعني عمره 80 سنه او 90 سنه قسم منهم ميت، واذا نعم. ما ميت فهو منتهي. اليوم هذا التدقيق بالنسبة لقضية المساواة والعدالة يعني أنا أعتقد كانت من قبل الحكومات السابقة، يعني إجحاف بحق أهل مدينة الموصل. اليوم حقيقة أنا يعني الروتين لو أكو كان يعني استهداف يعني لا يعني هو استهداف، هو روتين يعني هو قد يجي استهداف بحجة الروتين يعني لا أكثر. أهل مدينة الموصل اليوم يعني موضوع التعويضات، تأخير التعويضات من يعني يعني ماكو يعني شوف لحد الآن سجهان لحد الآن احنا بعام 22 راح يجينا 23، نعم. احنا اللي حد الان اكثر من نصف اللي مكملين معاملات، اللي مكملين معاملات بال 2019 لحد الان ما استلموه. زين هذا بال 20 وبال 21 ايش وقت وبال 22 ايش وقت؟ اليوم خليه يسهلون مع اهل مدينه الموصل. يعني اتمنى من 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 رئيس وزراء الرجل المحترم السيد محمد الشياع السوداني يعني ان يقف موقف مع اهل مدينه الموصل، يعني نحتاجه في ملف التعويضات هو نعم. يعني رقم واحد هذا اللي محتاجي أهل الموصل. اليوم أكو كثير ناس ما عنده إمكانية يبني بيت، شوف قاعد في بيت بناله غرفة من ضمن البيت اللي تدمر أثناء عمليات نعم. التحرير أو قبل عصابات داعش إرهابية والقصف. يعني هذا الملف مهم جدا، اتمنى من السيد السوداني وان شاء الله عندي لقاء قريب وانتم كنواب اليوم يعني اليوم دوركم نعم. عين المواطن نعم. عليكم. نعم اكيد هذا من ضمن الاولويات بعملنا انه قضيه التعويضات لاهالي مدينه الموصل. وان شاء الله انا يعني هالفتره هذا يعني قبل تقريبا من يوم 9/8 اديت القسم انا، وان شاء الله مستمر بمتابعه المتراكم للدوائر. يعني حقيقه قبل فتره من كنت بالدوره السابقه يعني قبل 2018 نعم. جاء بالنسبه للتصاريح الامنيه لوزاره النقل وخاصه مديريه السكك نينوى، يعني عدد السكك الموجودين موظفين 630 على ما اتذكر، يعني التصاريح الامنيه مالهم كلها متوقفه ورواتبهم متوقفه على هذا الكلام والرواتب متوقفه حقيقه. يعني خلال اسبوع نعم. اخذنا التقارير وكان الرجل الله يذكره بالخير مسؤول التصاريح الأمنية في بغداد بالأمانة العامة كان أستاذ أسامة النجار، رجل يعني متعاون وحريص على العمل. يعني من طلبت منه نهاية التصاريح 600 اسم يعني أنجزها وعلى أثرها عاقب لكم نعم عاقب النائب. عاقب المسؤول التصاريح في الوزارة ونقله من مكانه. طيب على أثر هذا الشيء اليوم يقولون أنه رواتب يعني دارة الصحة نينوى اليوم لحد هسه ما مستلمين رواتبهم من الشهر الماضي، نعم. يعني هل هذا الكلام صحيح اليوم؟ يعني هذه العالم يعني قوتها اليومي على هذا الارتفاع والغلاء المعيشي، نعم. يعني شلون ممكن أنه العائلة أو الأسرة تدبر نفسها واليوم إحنا صارنا في على شهرين اليوم رواتب وزارة الصحة في نينوى ما مستلميها؟ احنا اليوم الثالث انا كنت موجود اليوم، يعني ثلاث ايام بقى معنا الرجال مدير الصحه اللي استلم جديد الدكتور حسن العنزي، حقيقه يعني نتوسم بينه الخير ان شاء الله. رجل جدي يعني منذ ان استلم جاء كتابه بتعينه كمدير صحه بالوكاله، حقيقه ترك مكانه وترك هذا، قال انا همشي رواتب موظفي الصحة، نعم. وهي صارنا ثلاث أيام بعدها نشتغل عليه. الحمد لله كملنا الكتاب من دائرة المحاسبة ومن بقية الدوائر، بقت عندنا فقط توقيع معالي الوزيرة الست طيف سامي. اليوم موجود أمام كان المكتبة لحد الساعة يعني 12 الظهر كنا موجودين، ولكن كانت هي في اجتماع خارج الوزارة فوعدتنا خير إن شاء الله سوف تصرف الرواتب خلال هذه الأيام القليلة، نعم. الجاية.
يعني حقيقة يعني اليوم مظلومية يعني أهالي محافظة نينوى يعني فعلا تدمي القلب، يعني رواتب وتعويضات ونازحين، يعني والله حقيقة ما أعرف عن شنو أتحدث، لكن اليوم أنا أسمع أنه محافظة نينوى بدأ فيها الإعمار، يعني ولو هي يعني هذه خبر متأخر جدا، أنه الآن نسمع أنه الإعمار بدأ بمحافظة نينوى وصلها أكثر من 5 سنوات على التحرير من 2014 لحد هذا اليوم. أي سنة كان التحرير بالضبط؟ بالسبعة عشر عفوا، من الـ17 لليوم لحد هسه ملف تعويضات وملف رواتب وإعمار ماكو، في حين اليوم نشوف الأنبار يعني ابتهجت واحتفلت، والسنة الماضية في احتفالات رأس السنة احتفلوا بالنجاحات والتقدم والإنجازات والإعمار، واحتفلت المحافظة كلها في ملعب عام لحفل جماهيري قادتها محافظة الأنبار على يعني تحت معية الدكتور علي فرحان محافظ الأنبار، تحياتنا إلى. لكن اليوم وين الموصل من المشهد؟ وين محافظة نينوى من المشهد؟ اليوم المحافظين يتعاقبوا على المحافظة، زين ما شافوا الجانب الايمن والجانب الايسر، اليوم حتى صراع ما بين يا جانب يتم تعبيره قبل الاخر. صحيح. لهذه الدرجه اليوم وصلت نينوى انه يعني حتى الجوانب يكون فيها مزايده ومتاجره؟ نعم. بالحقيقه وضع الحالي يعني بالنسبه للاعمار في مدينه الموصل الان يعني جيد، وصلنا الى مراحل متقدمه، يعني اليوم يعني اقدر اقول انه وضعه افضل حتى من الانبار اللي يتكلمون عنه. وضع الموصل اليوم افضل. شلون؟ حقيقه سيد المحافظه نجم الجبوري رجل متابع، رجل ميداني. نعم. يعني على المشاريع يتابع بها، اليوم عندنا اكثر من 7 مجسرات حتنبني بالموصل، يعني بس مو قدوه متاخره طالب؟ ياتي الخير متاخر خير من لا ياتي. يعني بدا أنا لا اتفق احنا معك مع هذه المقوله. لا احنا شوفي احنا بالنسبه لنا اهالي مدينه الموصل. نعم. وصلنا الى مرحله انه ايسوا بعد ماكو كل شيء لاهل مدينه الموصل. اليوم وضع الموصل من تفتر بالايمن والايسر، يعني حتى وضع الايمن مو مثل الايسر ولكن افضل من السابق. عوده مدينه يعني مدمره بالكامل مو بالسهل. كذلك الحقيقه ما اريد القي اللوم على المحافظين السابقين، ولكن صرفت في الفتره السابقه مبالغ على محافظه نينوى تعادل اعمارها يمكن 3 مرات. وش تعمر بهاي المبالغ؟ هذا سبب الفساد كان موجود. شنو تعمر بهاي المبالغ؟ خلينا نتوقف يم هاي النقطة. نعم. صرفت مبالغ تعمر بلدان. نعم. شو تحقق من هذه المبالغ؟ ما هو سبب الفساد الموجود. ما تحقق شيء. بالدوائر يعني حتى نكون واضحين. يعني بدأ الإعمار خطواته الأولى في وقت المحافظ اللي استلم به أستاذ منصور المرعيد. نعم. يعني كان نوعاً ما منصور المرعيد. هي نقلة نوعية بالنسبة للوقت ما بعد التحرير، ولكن بعد اليوم من استلام الاخ نجم الجبوري الوضع تغير في محافظه نينوى. طبعا اكيد هو مو بس العد، منو كان السبب في اضاعه الاموال؟ منو؟ اي محافظ؟ بس خلينا حتى لا يصير عندنا لغط قدام المشاهد. احنا دائما نتكلم على السيد المحافظ انه هو هو اللي من عمر الموصل. نعم، وقاد هذه العمليه، ولكن احنا اليوم نشكر من الاستاذ عبد الستار حبو، كان له دور كبير، وكذلك الاستاذ عبد القادر دخيل ايضا كانوا، الاستاذ رضوان الشهوان. يعني حقيقه هذه المؤسسات اشتغلوا بجديه. يعني قد يكون نوع من التقصير، نوع من الفساد اكو موجود، ولكن بنسبه قليله. هل يوم مو بس الفساد موجود مثلا في الوزاره، مو بس عند الوزير. يعني اليوم مثلا في وزاره النفط على مستوى مدراء عامين موجودين، موجود الفساد على مستوى موظفين مدراء. نعم. يعني على مستوى مدراء اقسام ايضا موجود الفساد. يعني يوم لجنه النزاهه استضافت، يعني هاي قبل ايام استضافت رئيس جهاز الامن الوطني مناقشه ملف تهريب النفط، يعني تعقيبا على حديثك. نعم. يعني فانه هذا ملف تهريب النفط ومشاكل. نعم. يراد لها فتح حلقه ويا لجنه النزاهه. أكيد. نتحدث أكيد. عنها هذا. لكن اليوم يعني انا سمعت انه من كنت اسال ليش محافظه الانبار انبنت قبل محافظه نينوى، على الرغم انهم تعرضوا نفس المصيبه ونفس الدمار على اختلاف طبعا الجغرافيا وعلى اختلاف الكبر يعني والشكل. لكن اليوم من يتحدث مثلا اليوم الانبار ليش انبنت؟ لانه كانت المنظمات اللي تجي تبني. لكن سمعت انه كان في محافظه الموصل لا، كان يتم ابتزاز المنظمات. يعني انا يعني
سمعت بهذا الكلام انه من تجي المنظمات تريد تأهل مدينة الموصل يشترط، هو اللي يشترط، وعلى صندوق النقد الدولي يشترط عليه انه المحافظ يعني انه يتفاوضهم يقول لهم انا اللي اجيب لكم الشركات من عندي. هذا يا محافظ يعني احد المحافظين اللي كانوا موجودين في محافظة نينوى السابقين. نعم. حقيقه هذا يعني اجرم حق مدينه الموصل بهذا الكلام. طيب اي سنه كان هذا المحافظ؟ ف يعني احنا ما راح نقول اسمه، بس باي سنه؟ لا ما عندنا مشكله، احنا مو بالسنه، اهل الموصل يعني مطلعين على هذا الامر. حقيقه هذه خلى المنظمات تتوجه الى محافظه انبار. محافظ الانبار احتضن هذه المنظمات وخلاها تشتغل في محافظة الأنبار وعمروها قبلنا، ولكن أهل مدينة الموصل بطبيعة الحال هم ناس يحبون الحياة، يحبون مدينتهم، يحبون أرضهم. بدأوا بالإعمار بشكل حقيقي من شافوا أنه الحكومة يعني قل الفساد بها، بدل العمل بجدية، ولكن قلت لك هناك رجال عملت في مدينة الموصل حقيقة، رجال حقيقيين. أنا بقريب منهم كنت، اللي هو مثل ما تفضلت المدراء، قسم المدراء الدوائر، وعلى رأس هذه الحملة كان السيد نجم الجمهوري. إذا الفساد يعني أستاذ طالب، الفساد هو اللي أخر نعم بناء الموصل؟ نعم الفساد الموجود. يعني أنا كانت يعني حتى أكو بعض الدوائر يعني يعني اليوم نقول الأنبار نزيهة والموصل يعني كانوا يعني بوليو بناس فاسدين. خير يعني شنو تمتلك الأنبار ما تمتلك الموصل؟ أريد بس أعرف هاي النقطة. إحنا شوفي هذه الرقابة على الدوائر كانت مو بالشكل المطلوب اللي اللي بدوا محاسبة الدوائر. يعني لحد الآن إحنا نسمع، مو معناها أنا من أتكلم عن موجود إعمار إنه ماكو فساد، لا أكو فساد، أكو دوائر لحد الآن. إحنا اليوم أنا أمتلك بعض الملفات على بعض الدوائر، ملفات خطيرة. مثل ما أي دائرة؟ يعني كثير من الدوائر. مثلاً بطينا فد ملف لا واحد. لا مو أكو ملفات بعدين. نعم. إذا راح تنكشف هذه الأمور. سمينا دائرة بس بدون 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 ذكر تفاصيل. أنا تكلمت مو شرط إنه رئيس الدائرة. نعم. مدراء أقسام. يعني عندنا ملفات راح تنفتح في مدينة الموصل. مثل. راح عندنا موجودين يعني أغلب الدوائر الموجودة بها يعني اللي أكو فساد وأكو، لكن إحنا مشخصين هذا الفساد ان شاء الله ومحضرين الملفات انه راح نبدا العمل بها بهذه الفتره وراح نفضح الفاسدين. يعني بعد مدينه الموصل ما نتحمل احنا، يعني انتم كلفتنا نزاهه اليوم نواف اي فاسد. نعم. اي ناس اليوم لازم ناخذ دورنا الحقيقي ونحاسب. يعني اليوم راح اتكلمك حتى على مستوى في مدينه الموصل، على مستوى جامعه اهليه. يعني اليوم الفساد بها بشكل واضح، يعني عندي ملف كامل، ملف خطير جدا. كيف يعني فساد؟ راح فساد بالعقد، فساد في المدة، في آلية العقد، في يعني كثير من الأمور اللي موجودة ما نقدر نفصح عنها اليوم، يعني راح تكون مفاجأة لمن نعم للجهات الفاسدة اللي تعاقدت واللي عملت واللي يعني ملف إن شاء الله بالمرحلة القادمة إن شاء الله هم راح ترجعون تحققون بهاي الأموال. هم راح أجي على قناة سامرة إن شاء الله أكيد طبعاً أكيد، يعني راح تحققون بهذه الأموال اللي صرفت في السنوات السابقة من 2017 من التحرير لحد هذا اليوم. راح ترجعون لهذه الأرقام اللي يعني صرفت؟ لا يعني سجان إذا ظلنا إحنا نشتغل بالسنوات السابقة ما راح نتقدم. نعم. حقيقة اليوم خلي جاي مبالغ عندنا من صندوق الإعمار كذلك. راح أرجع على هاي المبالغ، لكن اليوم على خلينا الغذائي خلينا نحافظ على هاي المبالغ. نعم. تعمر مدينتنا. هو أنا راح أرجع لك، لكن نعم. على ذكر الفساد اليوم عندنا مادة تتكلم عن كلفة إعمار مطار الموصل اللي راح تكون 200 مليار. ستخصص من الأموال المجمدة للمحافظة لدى الحكومة المركزية. عندنا مادة يمكن جاهزة عن هذا الموضوع، خلينا نشوفها. بالله نعم طبعا كلفة إعمار مطار الموصل اللي راح تكون 200 مليار ستخصص من الأموال المجمدة للمحافظة لدى الحكومة المركزية، تحدثت عنها قبل قليل، لكن اليوم إذا أريد أسأل شنو مجمدة؟ هاي ما افتهمت يعني موضوع أنه أموال مجمدة. المبالغ الموجودة في فترة الموازنة 14 15 16 هذه الموجودة أثناء فترة يعني سقوطها في 11. نعم. هذه الأموال هسه موجودة حاليا
كانت تخصص من الحكومة المركزية. نعم. إلى هسه عم خصصين لها مشاريع المحافظة. إن شاء الله يعني هذه الفترة المبالغ اللي راح تجي لمدينة الموصل مبالغ كبيرة لمشاريع كثيرة، فلهذا أنا اليوم أقول خلي نحافظ على هذه المبالغ اللي جاية نستطيع نعمر مدينة الموصل. اليوم وضع الموصل يعني راح أتكلم بصراحة، أنا اليوم موجود في بغداد في منطقة المنصول كرادة، بالنسبة للموصل يعني وضع تعبان، الموصل أفضل منها اليوم، أفضل يعني شوارعها. هذا شيء مفرح، لكن طبعًا وين بدأ نشوفه يعني طبعًا. لا طالب ليش بدأ يوصلنا؟ إحنا الإعلام، شوفي الإعلام بالأنبار يعني أوصل رسالة أهالي محافظة الأنبار والإعمار اللي بيها بشكل كبير إلى العالم الموجود وإلى العراقيين، ولكن الإعلام قد يعني ظلم مدينة الموصل والمسؤولين الموجودين في إيصال هذا الإعمار. إحنا اليوم منبرنا نعم. أمام أهالي محافظة نينة والموصل خدمتكم. إحنا اليوم برنامجنا ممكن نسوي حلقات حتى إحنا نوصل الإعمار في نينة، ومثل ما تقول إذا فعلا اليوم في مناطق أفضل من المنصور وأفضل من مناطق الراقية في بغداد، هذا مفرح، وبرنامجنا يكون منبر لأهالي نينة. أنا مسؤول عن كلامي، أكو مناطق عندنا بالجانب الأيسر يعني وضعها ممتاز جدا. طيب عندكم قنوات، ليش ما توصل اعلامكم وين؟ اعلام اللي ظلم محافظه هنا وحقيقه عندنا اعلام بس لكن ظلم المحافظه، تعرفين اليوم اكو احزاب واكو العديد من القنوات هي مسيسه يعني تعمل لصالح جهه معينه او التسقيط باتجاه. احنا عندنا في محافظه هنا اليوم يعني بالنسبه للاعمار قضيتين مهمات. هي القضيه الاولى قضيه المستشفى. أنا بالنسبة لي أعتبر حتى أهم من المطار. المستشفيات مستشفيات مدمرات بشكل كامل. ماكو مستشفى عام؟ ما أكو مستشفى ابن سينا يمكن في منطقة يعني هو بالأصل أصلاً مو مال مستشفى شوي أكبر من المستوصف. يعني مستشفى اختصاصي كان. لأمراض معينة أمراض قلبية. نعم اليوم هي مستشفى ابن سينا ومستشفى السلام كذلك مدمرة. يعني اليوم مخصص لها مبلغ 270 مليار لهذه المستشفيات سوف يتم اعادتها. يعني احنا راح نصب جهدنا على قضيه المستشفى واعاده بناء. هذه ضمن الامن الغذائي لو الاموال المجمده لو شنو هذه؟ لا بالامن الغذائي الموجود. الامن الغذائي اليوم شنو بلشت يعني المحافظه تعمل الحصه وصلت؟ يعني لحصة المحافظة من الأمن الغذائي لو بعدها؟ لا بعد ما وصلت هذه المبالغ يعني تم وضع مشاريع بالنسبة لمحافظة نينوى. كذلك القضية الثانية أيضا هي مهمة يعني قضية المطار. هو طبعا هنا أنا أريد أتكلم بس أنا بس أبدأ بقدرة قادر سبحان الله. يعني اليوم يعني الحكومة حالت المشروع لشركة فرنسية. نعم. وبقدرة قادر تحولت إلى شركة تركية. إلى نعم. بعد الإحالة تحولت إلى شركة تركية طبعا تحول. نعم. إلى شركة أخرى يعني الفرنسية أوت. يعني اليوم شنو هاي موضوع اليوم؟ هل من المعقول أنه الهيمنة التركية وصلت إلى درجة أنه تقصي شركة فرنسية من العمل باختصاصها في المطارات وتستلم أعمار يعني مطار الموصل؟ هل من المعقول هاي هيمنة اليوم أو سياسيو المحافظة اليوم؟ هل من المعقول أنه مقادين هالدرجة أنه يقصون شركة فرنسية من أجل شركة تركية؟ يعني بالحقيقة أنا بفترة اللي أنه تعاقدوا مع الشركة الفرنسية والتركية ما كنت موجود في مجلس النواب، لكنك مطلع. يعني مطلع بس مو بشكل دقيق مثل ما أنا اليوم أنا واجبي أن أتابع هذه القضايا. حقيقة تأثيرات الأحزاب الاقليميه والدوليه موجود في محافظه نينوى. اليوم اكو اراده لبعض الاطراف انه ما يصير مطار الموصل، وانا يعني مسؤول عن كلامي انه من خلال يعني قبل ايام شنو السبب ليش حدث بعض الحديث انه مع السيد المحافظ انه احد الاخوه قالوا احنا ما نريد مطار، احنا نريد هاي المبالغ كبيره بمبالغ المطار نصرفها على غير مشاريع تفيد محافظه نينوى. طبعا هذا الكلام هو مو صحيح، هي قضيه يعني مقصوده ما نعرف اكو جهات الظاهره قضيه اقليميه نقدر نقول اكو جهات وبعض نقول الاحزاب اللي راح تنضر بعمل هذه انه اذا رجع مطار الموصل اكو مناطق راح تتضرر بهذا العمل. ولكن احنا في محافظه نينوى ان شاء الله اول شيء يعني انا يعني راح يكون تفرغي بشكل كامل لقضيه اعاده بناء المستشفى، راح اتابع خطوه بخطوه هذه عندي. نعم هذه بنى تحتيه المستشفيات، لان اليوم اطفالنا والله كل طفل يموت، كل امراه تموت، كل طفل يروح ما يشوف اكسجين او ما يشوف علاج او ما يشوف هذا كارثة. او ما يلقي مستشفى
والله خطاه برغبة كل سياسي هو. نعم نعم موجود. فأنا إن شاء الله راح أكون متابع لقضية إعمار مستشفى ابن سينا. كم مستشفى من ضمن الأمن الغذائي؟ احنا هسه اكو يعني قسم منهم مستشفيات بسيطه 50 سرير. نعم. ولكن مستشفى ابن سينا يعني بجانب الايمن هذا مهم جدا. تم احالته؟ بعد على الامن الغذائي ان شاء الله، بس مخصصين للمبالغ. يعني راح يكون انقاذ للجانب الايمن، الجانب الايمن هو الثقل لاهالي مدينه الموصل، مناطق شعبيه كثير به. نعم. وناس وسطاء يعني ربما بالجانب الايسر وضعه الاقتصادي افضل يروح الى مستشفى اهلي. مم. يروح الى اربيل يتعالج. جانب الايمن مهمل استاذ طالب لحد هذه اللحظه؟ ما مهمل، بس هو ناس وسطاء الموجودين يعني البسيط ما يريد يعيش؟ لا يريد. نعم. يعيش. لا يريد. مم. يعيش يعني مناطقه بسيطه مو مثل والضرر كثير. مم. بالايسر لا، اليوم اي مسؤول يريد يعني يستعرض انه انجازاته، فهو بالايسر كان يعني يحتاج الى نقول الجانب الاداري والسياسي. نعم. المحافظه اقل من الجانب الايمن احتياجاته كانت. نعم. فاكملوا الجانب الايسر. يعني انا يعني حقيقه خاصه بهذه الحكومه، تشكيل هذه الحكومه اتامل كل الخير، انقول له الموصل ان شاء الله الخير يا جاي. رب ان شاء الله يستاهلون اهل المدينه ويستاهلون. يعني انا يعني ملفين لو مهما تكلفني هاي الامور مهما اتاذى بها ان شاء الله، وانا اعرف راح اتعرض لضغوطات كثيره انتقدها ان شاء الله. الله يبارك فيك. من الاحزاب ومن اقليميه ودوليه بخصوص قضيه المطار، ولكن ان شاء الله عهد اليوم تركيا فعلا تريد تسيطر على المطار. نعم. على هذا المنفذ الحيوي، هل هذا يعني هذا من ضمن الاجنده البروباغندا السياسيه التركيه في وضع اليد على نينوى والموصل؟ احنا لا نسمح باي تدخلات. لا داخليه ولا خارجيه. نعم. احنا الموصل سياسي الموصل احنا اصحاب القرار. نعم. يعني انا عهد مني انه راح ابقى اتابع قضيه المطار وقضيه المستشفى حتى لو يكلفني حياتي. بالنسبه لي لاتابع من قضايا الفساد اللي راح تصير في هذه المنشاتين الحيويتين. زين. وان شاء الله موجودين و زين اليوم. نعم. اذا اريد بس اني اتكلم يعني اليوم من قلت انه اكو اعمار يعني الاعمار اليوم من اموال جتي، هل من المنظمات فقط او من جهات اقليميه اخرى؟ الميزانيه ماكو. نعم. ما كان اكو ميزانيه لعام 2022، فشلون يعني شلون تمشون اموركم؟ القسم منها يعني جت من 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 مثل ما تفضلتي من المنظمات اللي موجوده، قسم منها من الموازنه ولكن نسبه قليله كانت. نعم. موجوده. يعني قدرنا من خلال ادامه البنيه التحتيه الموجوده المشاريع البسيطه اللي اشتغلوا بها، ولكن قلت لك يعني بشكل عام الوضع ممتاز. هذه المرحله ان شاء الله لقائنا القادم راح نتكلم لك عن ان شاء الله. يعني هنا انا اريد اتكلم عن المدارس اليوم باعتبارنا نحن في بدايه يعني. نعم. عام دراسي جديد اليوم، يعني اكيد خلفت الحرب يعني ماساه في البنى. نعم. التحتيه لوزاره التربيه. اليوم اكو مدارس يعني اكو اعمار المدارس؟ الامن الغذائي راح يقوم باعمار المدارس في ضمن مشاريعه؟ يعني هاي بالنسبه لنا تخصيصات الوزاره. هي اللي تخصص وزاره التربيه، ولكن هذا الملف اعاده تاهيل المدارس وبناء المدارس في مدينه الموصل اتكلم لك انا بشكل خاص بينه يعني فساد كبير. يعني شوفوني انا دزولي مقاطع حد فيديو موجوده عندي باحد المدارس اللي موجوده ولاكثر من مدرسه حقيقه، ولكن ركزت على هذا. يعني ماخذين لاعاده تاهيل 250 من طيها المقاول 250 مليون، والله يمكن ما صارف عليه لو 10 ملايين و15 مليون ما تصل. صبوا ويعني الطلاب ورا يومين من استلام المدرسه سحبت السقف مي عليهم والحيطان مفطره كله ورجعت ولا كانهم عمر شيء. الاحالات من المحافظه لو من لا 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 من التربيه. اكل الابنيه المدرسيه الموجوده يعني حقيقه ملفات جابوا لي كثيره على هذا راح ابدي العمل عليه. قبل شوي من ذكرتي بالنسبه للموجود بعض الدوائر الموجوده في محافظه نينوى، انا تكلمت مو راس الهرم قد يجوز يعني هذا اليوم ملف التربيه اليوم التربيه. نعم. يعني نعم علينا شغل قوي راح يكون، لان يعني الفساد البي واضح جدا. فان شاء الله حتى طريقه التعاقد طريقه المقاولات كثير من المدارس اللي رحنا يعني حتى قسم منها انا صورتها بشكل. انت جيت للحلقه كنت معك حقيبه
نعم. هذه الحقيبة شنو بعد بها ملفات فساد؟ يوم خلينا نحكي عن لجنة النزاهة اليوم. كثير عندنا سرقة القرن وأخبار فساد مسؤولي الموصل يعني. أنا 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 نعم. مو مختص فقط بالموصل، أنا عملي من للبصرة. نعم. للميناء. وأنا بدي أقول لك إنه أخبار فساد يعني للأسف مسؤولي نينوى في الموصل يعني وصل البصرة. نعم. يعني. ما عندنا مشكلة، لكن اليوم أيضا في بغداد. بغداد يعني وين شغل الأمين العام؟ وين الأمانة العامة؟ يعني يوم من أريد أدخل بغداد أنا جاي من الموصل والله العظيم، يعني مع الأسف على بغداد، يعني بغداد بالنسبة لا 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 شوارع لا 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 بنية تحتية لا نظافة، يعني حتى اليوم عمال تنظيف عندك جور يوميا يطلع شغل نظف المدينة، مدينة وسخة أصبحت، يعني من تكلمك أن محافظات البقية أنظف من بغداد. اليوم لا تتوهمون، لا لا مو قضية اكتظاظ، يعني اليوم دافع شوي عن بغداد. إيه لا 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 اليوم بغداد مظلومة كثير، مظلومة بغداد، اكتظاظ سكاني فظيع. زين بيها أمين عام وبيها ناس تشتغل، وين وين هذا العمل؟ مليارات حتنصرف عليها، مليارات الدولارات، وين هذه الفلوس؟ هذا أيضا عندنا يعني ملفات وعندنا أمور كثيرة موجودة راح يعني إذا يعني إحدى الملفات في هاي الحقيبة الآن شفتها. نعم. نعم. ملف أمانة بغداد يعني أكو كثير ملفات فساد، يعني قد يجوز جزء من هذه الملفات. تركيا عندنا بوزارة النفط، عندنا بقية الوزارات الموجودة كلها، وزارة التجارة، وزارة يعني إن شاء الله الأيام القادمة راح تكون مليئة بالمفاجآت. طبعا احنا يعني لجنة النزاهة الله يعينكم على تتكلمون عن سرقة قرن، تتكلمون عن تهريب نفط، يعني مثل ما ذكرت قبل الأيام كانت لجنة النزاهة تستضيف رئيس جهاز الأمن الوطني من خلال تهريب النفط. بعد شو نتكلم ملف المصارف. نعم. مشاكل المصارف. المصارف هذه المصارف نعم. الأهلية يعني هذه مشكلة عندنا بها، هذه كبيرة والله. تركيا اكو امور ما نقدر هسه نتكلم بها. نعم. عندنا الملفات، ولكن ان شاء الله شو كنت تبدي؟ راح تبدي خلال هاي المرحله القريبه ان شاء الله، لان حقيقه احنا عازمين على انه نحارب اللي مو راح نقطع الفساد بشكل كامل، ولكن ان شاء الله اللي راح نقدر عليه راح نحاسب. طبعا هذا احنا مدعومين من قبل السيد رئيس البرلمان ورئيس الحكومه ايضا. نعم تحياتنا لهم، بخصوص السيد. نعم. محمد الحلبوسي يعني أكل له كل الاحترام، وبتوصيات خاصة من قبله إنه محاربة الفساد في محافظتنا يعني بشكل رئيسي وداعم لنا بشكل قوي، يعني يعني بالحرف الواحد قال لا تحسب حساب لأي جهة لأي. نعم. شخص المسؤول فاسد حاسبه، لو حتى لجهتنا لغير جهة منتمي حاسبه أنا معاك. نعم لكن اليوم رؤوس كبيرة متورطة، يعني سيد هادي السلام اليوم قبل الأيام يعني صرح بقضية ملف غسيل أموال. نعم. في المصارف. نعم. وملف تهريب العملة، يعني تهريب العملة مو أنا راح أهرب ولا المواطن البسيط، غسيل الأموال. نعم. تحت أسماء يعني كبيرة أسماء ومخيفة كبيرة موجودة. نعم. من ما حد يقدر إنه يتجرأ، أنا اليوم ما أقدر أتجرأ. نعم. إنه يعني أذكر اسم من هذه الأسماء. نعم. يعني النزاهة شو راح تشتغل؟ الله يعين أبو النزاهة. أي فعلًا. رئيس هيئة النزاهة يعني قبل شهر الأخ اللي استلم، إن شاء الله راح نكون إحنا أيضًا متعاونين معه في هذه الملفات، ولكن ملفات كثيرة مو قليلة. مو عددها قليل. وبها ملفات خطرة يعني. نعم. أنا تكلمت قبل شوية هاي برؤوس الرؤوس الحمراء خلينا تقول يعني عليها رؤوس. نعم. مستعدين لأنه يعملون كل شيء حتى هذا الملف لا ينفتح. يعني مستعدين حتى يصلوا لمرحلة القتل. نعم. يقتلون الشخص اللي يفتح هذا الملف، فالله يعين يصل إلى القتل. إيه الله يعيننا. رؤوس كبيرة في الدولة. نعم. نعم. مافيات هاي معناتها داخل أي مافيات موجودة. طيب رئيس الوزراء يعني راح يقدر انه يعني يخلي برنامجه الحكومي يمشي فيه، وخاصه هو ماخذ على عاتقه محاربه الفساد. نعم يقدر. شلون راح يقدر؟ انا ثقتي كبيره. نعم. بالسيد محمد الشيع السوداني. رجل محترم، رجل استلم اكثر من وزاره. نعم. لا يوجد عليه من خلال استئزاري هذه الوزارات لسنوات لا يوجد عليه اي مؤشر بخصوص قضايا الفساد. رجل مسنود، رجل قوي، رجل احنا بالعاميه نقول محضر سيفه للدخول في الازمات، وان شاء الله احنا داعمين له حقيقه يعني هذه المرحله في محاربه الفساد كلنا راح نكون وياه، حتى الشعب وياه اكيد. اي شخص يحارب الفساد، اي شخص ممكن. نعم. رئيس وزراء او اي شخص شريف. نعم. يرجع اموال الشعب العراقي
فكل نعم. شعب راح يكون يلتف حوله ان شاء الله. نعم احنا اكو بعض نعم. يعني من ضمن الامور اللي زين احنا بس يعني نعم. اكو 10 مسؤولين اليوم يعني خلي بس شوي نحكي بيهم نعم. نحكي عن الرؤوس الكبيره والرؤوس الحمراء اللي ما نقدر نجيب اسمائهم. اليوم استدعاء 10 مسؤولين، استدعاء 10 مسؤولين خلي نعم. اتوقف في وزاره الكهرباء نعم، وبينهم وزير سابق واربع وكلاء نعم. يعني هذه شنو؟ شنو هاي استدعاء؟ انتم يعني انا بس اردفتم يعني هسه ممكن موظف بسيط، مدير قسم، نعم. مدير عام، بس اليوم وزير سابق واربع وكلاء نعم. يتم استدعاهم لملفات فساد؟ يعني حتى اكون واضح، هذه مصيبه. حتى اكون واضح سي جيهان، نعم، مو كل الملفات اللي تصل هي صحيحه، يعني قسم من الكيديه موجوده ولكن اكو قسم. يعني انت اليوم مسوي استدعاء على ملفات كيديه؟ لا 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 مو على ملفات، مو احنا نسوي استدعاء، يعني اي معلومه احنا من تجينا نتاكد منها وندز من خلال التحقيق يتوضح. احنا ما نقدر اليوم نقول فلان هو فاسد ام لا، من يحضر ويجي يكمل افادته وينعرض على هيئه النزاهه راح تتوضح لنا كثير امور. احنا الفساد اللي تكلمنا به قبل شوي حتى موجود لحد الان، يعني اليوم اكو من ضمنها ايضا هم مظلوميات وهم يعني انا اعتبرها قضيه فساد. يعني كثير من العقود الاجراء اليوميين ليش ما حولهم على القرار 315 خاصه في وزاره الصناعه؟ مو المفروض هذه يعني هذا قرار على كل الدوائر تحويل عقود الدوائر؟ نعم هناك بعض الدوائر تسبيح الى ملاك لحد الان ما رفعت واسع مظاهرات، هاي معامل السمنت مال الموصل وزاره الصناعه لحد الان ما رافعين اسمائهم، يعني يحولون من اجراء اليومين الى قرار 315 نعم. واللي اللي اللي كان العقود الوزاريه تحول الى تثبيت. نعم ملاك هذا ايدي حد الان هذا نعم. التاخير من المستفاد منه اليوم راح يكون ايضا ليش؟ احنا فتحنا ملفات ليش اللي نوى مستثنات من هذه الاشياء؟ نعم تركي اكو تقصير اكو فساد، فان شاء الله هذه المرحله احنا راح نحاسب كل فاسد وراح نفضحه امام الاعلام وراح يعني على هذه المصائب. نعم. اليوم يعني يحتاج زياره سريعه وطارئه من قبل سيد رئيس الوزراء الى محافظ نينوى، هذه ضروريه جدا وان يحضر هناك نوجه له دعوه باعتبارك. نعم. يعني ابن لا لا انا اوجه له دعوه لازم يحضر الى محافظه نينوى وكثير من الامور يلتقي بينا وراح نوضح له الامور وراح يشوفه هو الموجودين راح يشوف الناس اللي 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 اللي, اللي زعلانه على الدوائر يعني والوزارات اللي الناس يعني تنظلم يعني لا لا خاصه يعني ملف السمنت مظلومين بشكل كبير. هذا عامل سمنت ينطي اجر يومي شهر يستلم خمسه ما يستلم الاجر اليومي، بالتالي هو يريد يصبر يريد يثبت يريد يصير ضمن قرار 315 وينتظر نعم. ماكو اي شيء، بالتالي يجوز غير اسماء تصعد. يعني احنا اليوم نيسان الماضي كان اعلان عن اطلاق 249 مشروع بمحافظه نينوى. نعم هذه شنو هذه المشاريع هذه وينها؟ هي المشاريع ايه؟ مال صندوق اعاده اعمار الموصل والصندوق ال 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 وانطلقت؟ بعد يعني خلال اعتقد هاليومين هذه راح تنطلق. بس يعني مو تاخروا يعني هسه مال صندوق الاعمار هي بمعزل عن الامن الغذائي هذه نعم نعم يعني شو كثره الصناديق وكثره هذا لا ان شاء الله كل شيء ماكو ان شاء الله تكثر المشاريع. نعم ان شاء الله يعني هذه فقط انطلقت لكن اي يعني انا بالبدايه قلت ان شاء الله اتامل خير هذه المرحله الجايه ان شاء الله ان شاء الله. المشاريع كثيره يعني وضع الحكومة أفضل من السابق. يعني قبل كنا عايشين بالسنوات السابقة ما بعد التحرير الموصل عاشت بس بإعلام وراح نعمل وراح نقدم وراح نجي ماكو كل شيء بس أخير. على عمل حقيقي. سؤال أخير قبل ما نختم. نعم. يعني اليوم بس أني أطلع بمحصلة يعني مفيدة. نعم. من البرنامج اليوم يعني أو نقول نطلع بمحصلة متفائلة. نعم. على غرار الأشياء هسه الحزينة سمعناها اليوم اكو مشروع استراتيجي او مشروع كبير تم افتتاحه او انجازه في نينوى او لا من بعد التحرير لحد اليوم؟ يعني كمشاريع الشخص مشاريع هذه المشاريع الكبيره جسور طرقات جسور نعم 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 جسور تم مستشفيات ماكو بعض من المستشفيات ماكو مطار ماكو انا اعتبر هاي المشاريع الرئيسيه مجاري كهرباء المجاري نعم. ايضا عم يشتغلون بها قسم منها تم اكماله والان في مرحله الاكمال ايضا كبنى تحتيه اليوم اريد مشروع بنى تحتيه كبنى تحتيه بالنسبه للدوائر يعني رجعت الى وضعها الصحيح كلهم موجودين الان الدوائر في محافظه نينوى نقول البنيه التحتيه لهذه الدوائر موجوده عادت الى وضعها الطبيعي
تبقى نينوى منطقة حمراء إلى أن تتحول إلى منطقة خضراء جميلة بوجود كل أهالي هذه المحافظة العريقة الجميلة، محافظة العلم والأدب والثقافة والفن. نينوى الموصل الحدباء الجميلة تأبى أن تبقى منطقة حمراء، تتحول إلى منطقة خضراء ومنطقة جميلة ببنائها وإعمارها. ننتظر الإعمار، وأجدد دعوتي أنه هذا المنبر سيكون يعني منبر دائم لكل ما يحتاجه أبناء هذه المحافظة العريقة وكل ما تحتاجه لبناء هذه المحافظة. أنا أشكر حضورك لهذا اليوم، وأشكر يعني هذه الإضاءات اللي أضأناها في خدمة أهالي محافظة نينوى اللي حقيقة يعني ظلموا إعلامياً ويعني إعماريا، وظلموا يعني بكل تفاصيل، وحقيقة هم لا يستحقون هذا. فأنا أشكرك وأشكر حضورك، وأجدد أنه هذا المنبر سيكون لخدمة أهالي إن شاء الله محافظة أنبار وباقي المحافظات الأخرى. يعني هذا المنبر راح نخليه بس قضايا الفساد. نعم، منشوف قضية فساد الملف إن شاء الله. نعم، وهذا منبر حر، وقناة سامراء طبعا تتكفل حق الرد لأي موضوع ممكن أن يتم طرحه لأي طرف من الأطراف، وبنفس الوقت تتكفل بكل الأشياء اللي ممكن أن تخدم أهالي العراق والمحافظات. احنا قبل قليل تكلمنا حقيقة الموصل تعود برجالها بأهلها. نعم، هاي مدينة الموصل مثل ما تفضلتي اللي غذت العراق برجالات دولة حقيقيين. نعم، اللي كان المهندس اللي خرجت الطبيب والمهندس. نعم، والقادة اللي قادوا هذا البلد. نعم، العسكريين. نعم، نعم، فأكيد اليوم أرض الموصل هي أرض ولودة، إن شاء الله بها رجالها اللي يوصلوها إلى بر الأمان وترجع إن شاء الله وضعنا أحسن من قبل. السيد طالب المعماري النائب عن محافظة نينوى لجنة النزاهة النيابية، شكرا جزيلا لحضورك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام، أتمنى أن كانت هناك إضاءات أضأناها على هذه المحافظة العريقة نينوى الحدباء. انتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.